أكثر من دلالة لمشهد الأخوة الفلسطينيين في غزة وهم يرفعون العلم المصري أثناء استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله النهاردة. أهم هذه الدلالات أن مصر هي حجر الزاوية بالنسبة للفلسطينيين، وأن مساعيها لحل القضية الفلسطينية لم ولن تتوقف، وأن هذه المساعي تعتمد اليوم على إتمام المصالحة الوطنية التي رأينا ثمارها اليوم بوصول الحمدالله إلى غزة ومباشرة حكومته للعمل من هناك. طبعا لم يكن ذلك ليتم لولا جهود القاهرة وخصوصا جهود رجال جهاز المخابرات المصرية. في الأشهر القليلة الماضية حصل تطور نوعي وتاريخي بزيارة قائد حماس الجديد في غزة يحيى السنوار إلى مصر وتفاهماته مع تيار الإصلاح في حركة فتح بقيادة النائب محمد دحلان ولقائه مع دحلان هنا في القاهرة. هذه التفاهمات التي رعتها مصر أسست لما شاهدناه اليوم في غزة.